حسناً ها هو البرج. أتظن حقاً أن كل ذلك الكنز سيكون متاحاً في وسط السوق؟ سيكون ذلك جنونياً، لكننا رأينا جنوناً من قبل. هذا صحيح. Regardez où vous allez. C'est la cour que tu vends les produits volés. Je vois pas où il est fermé. Des pommes, des délicieuses pommes. 100% de yoga. C'est combien? L'air, choukran, l'air. Souvenez. Oh, dommage. Un petit peu ça. J'essaie de marcher. Est-ce que ce sont des haricots de limo tropicaux? Oui, mais vous n'êtes pas à votre place habituelle. Mourla, لنتسلل للداخل. شكراً سيدي. أوضحت هذا بكلمة نتسلل للداخل. هاي انظر، تلك النافذة هناك مكسورة. يا صالي، أقترح العبور من هنا. يا إلهي، الطريق طويل للأسفل. أنت بخير في الخلف؟ حافظ على سرعتك وسأحافظ على سرعتي. على الأقل لديك مشهد رائع. فلنرى ما لدينا. رمز إدوارد إنجلاند كما نصت الخريطة. عما نبحث إذن؟ سؤال وجيه. ماذا تعتقد؟ عقرب، رجل مع إبريق كبير. رموز الأبراج الفلكية. انظر الأسد. الثور. أربع علامات. وأربعة أجراس في الأعلى. العقرب، الدلو، الأسد، الثعلب.
يبدو أننا في البرج الصحيح. اتصل بنا. تغطية سيئة في هذه المدينة. لا داعي للانتظار. سأعود. يا ويلي. غير معقول. انظر إلى هذا يا صالي، الساعة لا تزال تعمل. نعم لقد لاحظت، والآن حاول ألا تتعرقل داخل تلك التروس. أكيد. أنت بخير؟ نعم حسنا. انتبه لأصابعك يا نيت. هل أقلق من الأمر؟ لا أنا بخير صدقني. أين سمعت ذلك؟ Thank you.
انفردت من برج الأسد. لقد فتح قفل الأسد. يتبقى قفل واحد. حسنا، تمكنت منها. يا صالح، هل اتصل سام؟ أي صباح. إنه بخير. ربما نسي شحن هاتفه. لنتحرك. كان ممتعا. يمكن تغيير الطريق. ها أنت ذا. حسناً يا صالي، لقد وصلت. هذا سيكون في غاية الصخب. انتبه. آسف، انكسر المقبض. سأقرع الجرس بنفسي. ها نحن ذا.
أكبر أصعب. يجب أن أصعد. أهلاً زاني. تباً، على الأقل فتحت الباب، صحيح؟ هذه طريقة للقيام بالأمر، أنت بخير. لا أعرف بعد، وأنت؟ صممت. هيا، لنرى ماذا يخبئ لنا إيفري. حسناً. بالتأكيد، ولم لا؟ لنرى ماذا هنا. لنأمل أن نعثر على أكوام من الذهب والجواهر. سام، أخيراً، أنت بخير؟ فتشت برجي، لم أجد شيئاً. نعم، نحن في المكان الصحيح. تحرك إلى هنا. أنت جاد؟ حسناً، أنا قادم. إنه قادم. جيد. صالي، سبقت. المؤسسان. مؤسسة ماذا؟ أسوأ الناجشين على الإطلاق. هذه رموز إيفري وتو، ولكنها مختلفة قليلا. نعم، عليها أنماط النجوم. إنها تدور. ما الطريق الذي ستسلكه؟ مزيد من الرموز. آدم بولدريدج، آن بوني، وكريستوفر كوندنت. هناك الكثير من التباديل. رأيي أن نرى أين يقود ذلك الباب. ما زلت آمل في العثور على كنز. أنت وأنا. انظر، كنت محقاً، بولدريدج، بوني، وكوندنت. رائع، لكن لماذا هم هنا من الأساس؟ لنكتشف الأمر. ذلك الشارب مذهل تقريباً. انظر للنجوم، إنها كالتي على رموز إيفري وتو في الغرفة الأخرى. أنت محق. صحيح، كان كوندنت يعرف باسم بيلي وحيد. نمط آخر للنجوم. نعم، ولكن هذا مختلف عن الأول. نعم، صحيح، أحسنت. شكرا لك، أنا لست مجرد وجه وسيم. ما رأيك؟ رموز إيفري وتو اصطفت النجوم على هذه، أتذكر؟ هذه ستصطف أيضا. مم.
لا تعرف ها؟ كان عدد القراصنة كبيرا جدا. نحن عالقون. لا لسنا عالقين. أعطني هاتفك. هل ستستعين بصديق؟ تقريبا. سأراسل أخي. هناك. أتعرف؟ هذه لوحات جميلة حقا. إن لم نعثر على الكنز نبيعها لمتحف ما. لنعثر على أنماط النجوم. كنت أقول فكرة فحسب. سولي ساعدني. حسنا. شكرا. هي مستوية؟ من يهتم بهذا؟ أنا أهتم. يا إلهي انظر إلى وجه فارل، أظنه يفضل التواجد في مكان آخر. ريتشارد وانت. يبدو أنه وبلدريدج كان في مسابقة أفضل شعر مستعار. مرحبا، أما زلت في البرج؟ نعم نزلت للأسفل، ما أمر الصورة التي أرسلتها؟ سأشرح لاحقا، فلتخبرني بطريقة الترتيب. حسنا، الدلافين لريتشارد وانت، الرمح الثلاثي لجوزيف فاريل، والثنائي بالمقبض لويليام ميز. ابقى في مكان فيه استقبال قوي، سأحتاج مساعدة. نيثان، هل عثرت على الكنز؟ ليس بعد، لكن لدي لغز ميكانيكي أحله. ماذا يحمل هذا التمثال في لوحة مايز؟ كان اسم سفينته بيرل، لذا ربما لؤلؤة؟ حرفي جدا. لا. لا لا. لا لا لا. لا لا لا. لا لا. لا. هناك.
ما لدينا هنا؟ أشعر بالصدمة لأنك لا تعرف هذا. بل أعرف، ولكني أريد التأكد من أن سام يعرف، لأنه يحب الشعور بأنه مفيد. بالطبع. ماذا حدث هنا؟ سقطت شعلة أو ما شابه. هيا لنرى ما تبقى. لا أعرف هذا الرجل. يبدو أصغر من القراصنة الآخرين. واحد. رد علي سام. أترى يا صالي، اتضح أن سام لا يعرف كل شيء أيضا. الشماتة لا تليق. أعرف. لننظر إلى اللوحات. بالاسم، زي الرجل يبدو مغربيا. وجدت النجوم، لكن من أنت؟ يزيد البصرة. يبدو هنديا. قريب. مغولي. انتظر، ليس المغول هم من سرقهم إيفري؟ الشرف بين اللصوص. نعم، وكأن الأمر هكذا. إدوارد إنجلاند، رجل صغير شجاع. أربعة.
عرفت اسمي اثنين منهم. يجب أن نقدر على اكتشاف هذا.
أعرف بعد. ربما نرسلها إلى سام. حقا؟ هاي أنت الذي قلت إنه خبير القراصنة. مجرد رأي. واحدة. الثانية. والأخيرة. حسناً، لنرى ماذا لديه. أتعرف إن هذا يبدو... انتظر. ماذا تفعل؟ التقطت الصورة توهن. أمسك. لم يكن لدى أتباع إيفري هواتف ذكية، ها؟ طبعاً. فغالباً هذه وسيلتهم للوصول للدليل التالي. هذه أدلة. نعم، أرني. فوالا. حسناً، قد تكون هذه رياحاً تجارية، وهذه تبدو كخطوط العرض. نعم. أعتقد أننا سنحزم حقائبنا ثانية يا فتى. ماذا؟ بروديوس كود لسنشا. لا لا، مستحيل. مستحيل ماذا؟ يا إلهي، الأمر واضح. نيت، لما لم أرى هذا من قبل؟ يا إلهي، كف عن التعامل بعبقرية. عم تتحدث؟ انتظر سام، معك الصور؟ ها أنا أتصل بما كنت أظن أنه هاتف سوليفان، ولكن انظروا من يرد. أهلا نيت. مرحبا. مرت فترة، كيف حصلت على الرقم؟ كتبه سوليفان أثناء إحدى الحفلات؟ أتمنى. لم أكن لأتكلف الكثير عندئذ. لا، دفعت مبالغ كثيرة للعثور عليكما. أجل، آمل ألا تكون دفعت الكثير في مسألة إيفري. إن المنافسة شرسة. نعم، قمت ببعض الأشياء البارعة هناك، لكن المهم هو من سيصل إلى كنز إيفري أولا. يبدو كريهان. ني، تعرف حبي للمغامرة، لكن شريكتي فإنها تفضل تخفيف المخاطر غير الضرورية. واو، ريف أدلر يتلقى الأوامر من آخر. تغيرت الأحوال كثيرا. اسمع يا نيت، سأقدم لك عرضا لمرة واحدة. اترك كل شيء، عد إلى الوطن وأكمل حياتك، وسأتسامح وأنسى للأيام الخوالي. إن هذا يبدو عرضا مغريا يا ريف، لكنني عادة لا أقوم بالانسحاب وأنا في المقدمة. حسنا، بروديس كود لسنشيا، للعدل والحرية. صور جميلة منه، تصوير جيد. اخترقت هواتفنا. وأنت سرقت صليبي. اسمع يا نيت، إن كنت بنصف الذكاء الذي تظنه فستقبل عرضي. مرضه. رغم سعادتي بالتواصل معك، ولكني سأرد على هذا الاتصال. حسنا نيت، شيء آخر. نيت. ماذا؟ أنت تعرف أن هواتفكم بها نظام تحديد المواقع، صح؟ أراك قريبا. دعني أخمن، مسلحون أتون إلى هنا؟ سام، للعد والحرية. نيثن، هل تفهم معنى هذا؟ سام اسمعني، ابتعد عن الشوارع الآن وحطم هاتفك. ماذا يحدث؟ كيف يعرف مكاننا؟ ابحث عن مكان الاختراق. سام اللعنة. سأعوضك. صالي، أظن أن هذا برج سام. إنه برج سام بالتأكيد. هيا من هنا. عذراً،
معذرة معذرة، كمل الوقت قبل وصول ريف. لا داعي للبقاء لمعرفة ما تسلسل. أنا آسف. الأسفل يا ديب. Thank you.
هربنا. ابحث عن سام. انظر، أظن أن هذا هو هناك. تماسك. وماذا تظنني أفعل؟ أعرف.
يجب أن أبتعد. فلنرحل عن هنا. أظن أن المنطقة آمنة. نعم حسناً. روديس كودليسنشيا. تبدو شفرة بسيطة. للرب والحرية، شعارهم إشارات النعيم. لا أصدق أننا لم ننتبه. لقد خرجتما من الموقف بخير، بل أفضل كثيراً. عثرنا على ليبرتاليا. ليبر ماذا؟ ليبرتاليا. يبدو أن إيفري عثر على مستعمرة القراصنة. إنها أشبه بأرض الأحلام للقراصنة. حسناً، لكن ماذا عن الكنز؟ بتتابع الأحداث، كان هذا المكان ملاذاً لمئات أو ربما آلاف من القراصنة. تشاركوا في كل شيء، الممتلكات، الموارد والمال. احتفظوا به في مبنى كخزنة مشتركة. حسناً، إذن أين هذا المبنى أو الخزنة المشتركة؟ هنا، تلك الجزيرة في شمال شرق خليج الملك. وما عرف نسخة من هذا؟ صحيح، لكن عندما يكتشف ريف هذا سنكون في طريقنا إلى ليبرتاليا. أؤكد لك، هذا الكنز أصبح تحت سيطرة اللعنة. ما أخبار مهمة ماليزيا؟ يبدو أنك ابتعدت عن مسارك. إلينا، إن الأمر ليس كما يبدو. حقا، لأن ما يبدو لي هو أنك تبحث عن كنز هنري أفري المفقود. ونظرا لجنود شورلاين الذين يملؤون البلدة، فأنت لست الوحيد الذي يبحث عنه.
حسناً، أنا أظن أن الأمر كما يبدو إذن، لكن يمكنني التوضيح. ما أقوله سيبدو جنونياً. جربني. حسناً، بداية هذا سام دريك، إنه أخي. أهلاً. أنا آسف، ظننت أنه مات في سجن في بنما، لكنني كنت مخطئاً. ظل سجيناً 15 سنة، وهذا بسببي. والرجل الذي هربه من السجن يريد أموالاً كثيرة، وسبيل السداد هو كنز إيفري. ولكن الأخبار الحسنة هي أننا وجدنا الكنز، إنه على جزيرة بالقرب من الساحل. حسناً، كفى. هل كانت هناك مهمة في ماليزيا؟ أنا حسنا. أرجوك انتظر يا إلينا. لم أعد أفهمك. أردت أن أخبرك. كفى. أردت ذلك، لكن كيف كنت سأفعل؟ لا أعرف، قل الحقيقة. كان علي أن أحميك. هذا كذب يا نيت، أنت لم تكن لديك الشجاعة لتواجهني. عرفت أنك ستتصرفين هكذا. وكيف كنت ستتصرف؟ لقد كذبت علي لأسابيع. لو كنت تعرضت للقتل لم أكن حتى سأعرف. ولأول مرة أعرف أن لك أخاً. من أنت؟ أرجوك، هذا أنا، تعرفينني. الأمر مختلف هذه المرة. إلهي، يجب أن أنقذه. لا أهتم حتى بشأن الكنز. رأيت تعبير وجهك عندما دخلت الغرفة. إن كنت قد انتهيت من الكذب علي فلا تكذب على نفسك. سألحق بطائرتي. قم بما عليك فعله. مهلاً، ماذا تفعل؟ لا تتركها. نحن لن ننتهي. إذن فلننتهي الآن. ماذا تعني؟ ربما هناك طريقة أذكى لإنقاذ سام. ما هي؟ نوفر هوية جديدة له، أو نجعله يختبئ في مكان ما مثلاً. لقد سجن طويلاً، لن يقوم بالاختباء ثانية. حسناً، لا مشكلة، اذهب أنت إلى زوجتك وسأذهب أنا وسام إلى ليبرتاليا. من دوني؟ ستتسبب في موتكما معاً. حقاً. يا فتى، أقوم بهذا الأمر منذ مدة، ربما يمكنني المساعدة. هل تريد أن تكون مفيداً؟ هيا اذهب وراقبها. كما تريد. أساعدك في أي شيء؟ كلا، احزم حقائبك. نيثان، ماذا؟ منطقة أرضية. ما رأيك في ذلك؟ هذا جميل جدا. استلم الدفة. تعرف، كل هذه المغامرات والنجاة بصعوبة بالغة، أعتقد أننا لم نتمهل. للتأني وتقدير ما حققناه. ها؟
سيك بارفس ماجنا. سيك بارفس ماجنا. اسمع يا أخي، إنها ستتجاوز الأمر. مع كنز كهذا فسوف تفعل. لا أعرف، أعتقد أنني كررت الأمر أكثر من اللازم. بطريقة ما تخيلت أنها أكبر. نحن في المكان الصحيح بالتأكيد. سأبحث عن مكان لنرسو فيه. أعني هناك جزيرة على الأقل، صحيح؟ هناك جزيرة على الأقل. انتبه لأي شيء من صنع البشر. تعني من صنع